إنسان مطحون لمشاكله هو فيها مسكون، كل حاجة قدامه ما بتخلاش من الهموم. ما بين الناس بيمشي لا إغلان يلبسه في حطان، فانا عدوني يا جبان اوعى تفكر. أنا اسمي محمد عصام، فبند قديمة وبقالي تقريبا 3 سنين. اسمي عمر خطاب، بقالي 2 سنين في بند دقة قديمة. احنا بنقدم راب، وخصوصا ان احنا بندمج الاغاني القديمة بالاغاني الجديدة، بنحاول نجيب اغاني تراثية ونعملها بشكل جديد. امتى الزمان يسمح يا جميل اسهر معاك عشط النيل؟ دقة قديمة لكني طورت التكنولوجيا، دقة قديمة وجبت لكل جدتكو فوبيا. انا اللي دمي اندمج همك بمية النيل، لاجل مربوش وارضك دمي يسيل. مسافر وخيالي بيزيد لي واقعية، وكل ما فيها ليا هي بوزن الشرب الخير عشان احبك التمثيلية. بغني راب وكلاسيك شرقي وار ام بي. طبعا درست في الأوبرا فوكال مع المايسترو عبد الحميد عبد الغفور. أكتر مشاكل بتواجهنا إن الدعم المزيكا مستقلة قليل، وخصوصا الراب أو الهيب هوب عامة الناس لسه مش فاهمان، تعتبر لسه جديدة، فإحنا واحدة واحدة بنحاول نوصلها للناس. العلاقة ما بين الميديا والأندرجراوند هما الاتنين بيكملوا بعض، بس لما الأندرجراوند بيتحط جنب الميديا بيحرقها. أنا يعني مستبشر خير إن شاء الله إن يبقى قدام الوضع يتحسن والهيب هوب يوصل لكل الناس. مع بداية النبض وسمع صوت الخبط وضخ الدم من قبل القلب، بداية الحياة بصرخة والنهاية بصمت، بدأ الرفض القمت وما ابتدت تفهم ان كل ده مع الخد بتخلي ملامح اللوحة حد، والايام بتجري زي نهر جارف قدوم هموم سن الرشد للابن الاكبر على المشارف. فعشان الناس تسمع شغلك اكيد في طريقة. طبعا احنا كناس تحت underground اصلا، يعني في under الunderground، فإن احنا نوصل للناس التراكات بتاعتنا دي بتبقى مهمة صعبة جدا. قررت أنجح بعد الصبر وقلت حوصل، ودعيت الرب قويني يا ربي على التحدي، خليني أمشي في طريق مستقيم يا رب عني على اللي صبني، خليني أنجح ده انت قوي وعظيم، بحقق هدفي بين عدي كل حاجة موجودة عشان تعقني، في يوم حوصل في يوم حنجح من غير ما أقف قدام الناس وأفضل ليهم أمدح.